باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة أبينا الطوبوي المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني بابا وبطريرك الكرازة المرقسية بيت محبة الله بالزيتون يقدم من سلسلة مبادئ الحياة الروحية الحلقة السادسة وعنوانها كيف أتحرر من السقوط المتكرر. الجزء الأول سلسلة مبادئ الحياة الروحية إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. أحبائي الأعزاء النهاردة يا حبايبي هنكمل الحلقة السادسة في منهجنا مبادئ في الحياة الروحية وموضوع هذه الحلقة مهم جدا والموضوع هو الاستراتيجية الأولى للشيطان في حربه علينا والحلقة دي يا أحبائي عنوانها السقوط المتكرر. فغرض الشيطان مش بس السقوط في الخطية لكن بالأكثر الاستسلام واليأس. النهاردة يا حبيبي هنشوف ازاي نتغلب على السقوط المتكرر وحناخد التوكيل العام. ودايما يا حبيبي بنفكركم ان المنهج منهج تراكمي وتدريجي وعملي فياريت نسمع بترتيب الحلقات ونطبق الخطوات العملية. فاللي هيسمع بشكل عشوائي ممكن يحصل له تشويش واللي مش هيطبق مش هيستفيد لكن اللي هيسمع ويطبق هينمو ويثمر في حياته الروحية. وبنعمة ربنا يا حبيبي لما هتكملوا معانا في النهاية هتكتشفوا هدف نبيل لحياتكم هنا وفي الأبدية السعيدة. زارت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. جميلة الآية. صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. شكرا شكرا يا ربي. النهاردة مش عارف الحفرة. كل مرة وانا رايح لابونا بخوم بتخبط في الحفرة دي. النهاردة أنا واخد بالي مش هقع في الحفرة إن شاء الله. هو دايما الواحد ما يعمل لنفسه شحن معنوي كده. هو إيه ده؟ ده أنا لسه بقول لنفسي مش هتقع في الحفرة أو ما تخبط فيها برضو. سلام يا ابونا بخور. سلام والنعم يا مشيل يا ابني. ازاي حالك النهارده وايه اخبار الحياه الروحيه والتدريبات بتاعتنا؟ الحمد لله يا ابونا. الحاجات القديمه فعلا بقت طبيعه حياه زي ما قدسك قلت لي. التدريبات الجديده ماشيه شويه شويه. وموضوع محبه الله الغير مشروطه بصراحه من المواضيع اللي فرقت معايا. مش عارف انا كنت عايش ازاي. اللي يبدأ في حياته الروحية من غير ما يقبل محبة الله المجانية في الأول بيكون فعلا عامل زي اللي بينحت في الصخر. تمام يا مشيل، زي ما اتفقنا يا ابني احنا ماشيين في طريق مش مجرد خطوة، وشوية شوية كده هتتقدم في حياتك الروحية. وفعلا يا ابني محبة الله الغير مشروطة هي المفتاح الحقيقي للطريق الروحي، ومن غير قبولها في الأول كل جهادنا بيبقى في الاتجاه الغلط يا ابني. لا لكن قول لي يا مشيل، انت لبسك متطرب كده ليه يا ابني؟ اصل يا ابونا في حفرة في الطريق كده وانا باجي لقدسك كل مرة بقع فيها
والمرة دي أنا جاي بكلم نفسي بقول مش هتقع في الحفرة المرة دي، خد بالك منها، وبرضو وقعت ورجلي وجعاني، فأنا مش عارف وأنا بيحصل فيها كده ليه بصراحة. النهاردة امشيل يا ابني أنا هكلمك على حفرة، لكن حفرة من نوع تاني. لا لا كفاية حفرة يا ابونا. اللي هي ايه يا ابونا؟ هكلمك يا ابني عن السقوط المتكرر. زي ما كنت بتقع في الحفرة دي باستمرار، هتلاقي في حياتك الروحية في خطية بالرغم من احتياطاتك الكتيرة، إلا إنك بتقع فيها باستمرار، وكل ما هتقع تحاول وتجاهد وتقع تاني برضو. الشيطان مش بيحاربنا بخطايا كتيرة يا ابني، لكن بيركز على خطية أو اتنين. أيوة ليه بيعمل كده؟ علشان لو حربك بخمسين أو ستين خطية هتقول ربنا ساعدني وحررني من الخطية دي، يبقى هيساعدني برضو في الخطية دي، فيبقى عندك يا ابني رجاء. لكن الشيطان عاوز يخليك تيأس. غرض الشيطان يا مشيل مش بس انك تسقط في الخطية. أمال ايه يا ابونا؟ غرضه انك تسقط في اليأس وتنفصل عن الرب يسوع المسيح، وتحس ان ربنا زهق منك فتبعد عنه وتستسلم لإبليس، وبكده تعيش مع إبليس عبد ذليل طول العمر. القديس العظيم الأنبا مآر بيقول: اليأس هو نفسه خطيئة وإثم، وذلك حينما يتملك علينا تذكر الخطايا السالفة فيقود الإنسان إلى اليأس وقطع الرجاء وإلى التراخي والإهمال والكسل، لكي لا يعود ويرجع إلى الرب لينال الخلاص، حيث إن إحسان الرب العظيم ولطفه هو ممتد لكل جنس البشر. فاحذر من اليأس يا مشيل، ومهما كانت مرات سقوطك في الخطية يا ابني، حتى لو مليون مرة في اليوم، تأكد من محبة المسيح ليك ومن إمكانية تحريرك، واوعى اوعى تستسلم أبدا. انت يا ابني لما بتحاول ده معناه انك لسه حر، لكن لو بطلت محاولات يبقى كده يا ابني بقيت عبد للشيطان. عبد ايه؟ لا طبعا. هقولك حاجة، في افريقيا كان في راجل ساكن في وسط الغابات، وفي يوم يا ابني حب انه يعمل حديقة حيوان حوالين المكان اللي ساكن فيه. أنا عاوز أستمتع بالطيور والحيوانات، النهاردة اصطادنا طاووس، بكرة نحاول نصطاد قرد. وفعلا بدأ يصطاد غزال وقرد وطاووس، وفي يوم من الأيام اصطاد فيل صغير. فيل؟ آه. وبعدين أنا هعمل إيه في الفيل ده؟ أعمل له كوخ زي كوخ القرد. أوه بس الفيل شديد، هيهد ويهرب. أيوه فكرة، الحديدة الكبيرة دي نجيب سلسلة ونربطه فيها. أيوه هو ده. وفعلا ربط الفيل في الحديدة الكبيرة، والفيل كان بيحاول يهرب، لكن الحديدة كانت تقيلة قوي، كان كل ما يحاول يهرب يقع، يقوم يحاول تاني ومش قادر. ومع الوقت السلسلة جرحت رجله فبطل محاولات، ده كمان كره المحاولة لأنها كانت بتفكره بعجزه وضعفه وتسبب له ألم. ومع الوقت يمشيل رضي بالأمر الواقع وفضل جنب الحديدة. الشيطان يا ابني بيعمل معانا كده، بيربطنا بخطية، وكل ما نحاول نفشل فنحاول تاني نفشل تاني، علشان نستسلم ونرضى بالأمر الواقع ونقول كده كده ضايعين، ما حاولنا كتير وفشلنا، خلينا زي الناس كله فاكس يا برنس. فعلا يا ابونا بيعمل معايا كده، وبقول ده بالظبط. طب ماشي،
أعمل إيه بقى أبونا؟ أقول لك بقى تكملة القصة يا مشيل. في يوم الراجل الإفريقي اللي احنا قلنا عنه ده احتاج الحديدة، فقام قال في نفسه: إيه ده؟ طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ إحنا محتاجين الحديدة الكبيرة دي ضروري. طب لو خدنا الحديدة دي هنعمل إيه مع الفيل؟ أيوه، نربطه بحتة الخشبة دي. صح، هو ده صح. وفعلا خد الحديدة وحط مكانها الخشبة، وهي شكلها كبير لكنها خشبة، لو الفيل ضربها برجله هيطيرها. لكن للأسف يا ابني الفيل اتبرمج انه مش هيقدر، وتعود ان دي حديدة وهو ضعيف وهيفضل طول العمر مربوط. فبالرغم من ان الحديدة بقت خشبة، لكن الفيل ما كانش عارف وما كانش مصدق. احنا زي كده تمام يا ابني. الوضع اتغير بعد موت رب المجد يسوع المسيح وقيامته. المسيح حررنا من إبليس، حررنا من سلطان الخطية، وادانا طبيعة جديدة، وانتهى سلطان إبليس علينا. علشان كده يا ابني في ملاحظة مهمة جدا. أيوة، اللي هي إيه؟ في العهد القديم تلاقي معجزات كتير: شفاء أمراض، تطهير برص، إقامة موتى، لكن تكاد ما تلاقيش معجزة واحدة لإخراج الشياطين. أيوة، دي ملحوظة عمرها ما خطرت على بالي. يا معقولة كده؟ طب ليه يا أبونا بخوم؟ ليه حصل كده؟ أقول لك يا مشيل، لأن الإنسان كان تحت سلطان الخطية وسلطان إبليس. حتى اللي كان بيموت من الآباء في العهد القديم كان بيروح الجحيم، لحد ما رب المجد يسوع المسيح قام من الأموات وحررهم. لكن في العهد الجديد الوضع اتغير، وبقى أكتر المعجزات والمواهب هي إخراج شياطين، وإشارة الصليب بقت رعب للشياطين. فانتهى يا ابني سلطان إبليس علينا، طبيعتنا اتغيرت، طبيعتنا تجددت بسكن الروح القدوس فينا. علشان كده يا ابني فيه ناس بتسأل: ليه وصايا العهد الجديد مختلفة عن وصايا العهد القديم؟ أيوه فعلا يا ابونا، أنا بسمع السؤال ده كتير، وهو سؤال منطقي. يعني هو فعلا الله اتغير في العهد الجديد عن العهد القديم؟ لا يا مشيل، لا طبعا، الله يا ابني ثابت مش بيتغير، لكن اللي اتغير هو طبيعة الإنسان. كنا قبل المسيح عبيد للخطية، لكن في العهد الجديد يا ابني بقينا أحرار. فوصايا العهد الجديد هي وصايا للأحرار مش للعبيد. لما أب يشوف ابنه الصغير بيلعب في الكهرباء وحيضر نفسه، هل حيشرح له ويقول له: يا حبيبي الكهرباء فيها إلكترونات، ولو مسكت السلك بإيدك يحصل فرق جهد، وده ممكن يخليك تموت، فاهم؟ فاهم؟ وخليك واعي وانت بتتعامل مع الكهرباء علشان فرق الجهد والإلكترونات، فهمت ولا لسه؟ طبعا لا، عاوز يموت ابنه؟ ده طفل، هيفهم ايه ده في الإلكترونات وفرق الجهد والكلام ده؟ أكيد هيضربه على إيده ويبعده عن الكهرباء. لكن لو أب ابنه كان مهندس وكان بيصلح حاجة في الكهرباء، هل ممكن أبوه يمسك إيده ويضربه ويقول له: ايه بتلعب في الكهرباء ليه؟ انت هتعمل فيها كبير. دايما امثلتك مضحكة يا ابونا بخوم. طبعا لا، ده يبقى راجل يعني دماغه على قده، طالما بقى كبير يعني مش منطقي انه يضربه على ايده. يبقى كده اب مش بيفهم، لكن يعني غالبا اقصى حاجة هيعملها هيقول له: خد بالك يا حبيبي انت بتشتغل. واحنا كده يا ابني في العهد القديم يا مشيل كنا اطفال وكمان عبيد، لكن لما جه المسيح حررنا وبدأنا ننمو في المعرفة بالروح القدس. علشان كده يا ابني أخدنا وصايا الأحرار مش العبيد والأطفال. فما ينفعش الأب يعامل ابنه الطفل
بنفس طريقة معاملته لابنه الكبير، ولما الطفل يكبر ويغير الأب تعامله معاه. مش معنى كده إن الأب اتغير، لكن ابنه هو اللي اتغير. علشان كده يمشيل المسيح قال: جئت لأكمل لا لأنقض. فاللي اتغير يا ابني مش الله، لكن الإنسان هو اللي اتغيرت طبيعته. مستوى الوصية بقى أعلى. فهمت. هو فعلا كان سؤال صعب طبعا، وناس كتير كانت بتستغرب وتفتكر ان الله اتغير وتعامله معانا اتغير، لكن الحقيقة ان احنا اللي اتغيرنا، والله دايما بيعاملنا بأنسب طريقة تنفع معانا. دايما الله مظلوم معانا يا ابونا بخوم. شوية شوية مشيل، هنجاوب على كل الأسئلة اللي زي كده. نرجع بقى للسقوط المتكرر، نرجع له تاني. الله جدد طبيعتنا بموته وقيامته وسكن روحه القدوس فينا، وبقى معانا سلطان زي ما قال الرب يسوع في إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 10 آية 19. رب المجد يسوع المسيح قال: ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. لكن للأسف يمشيل فيه كتير مننا لسه مش مصدق كده، لسه بيفتكر إن الحديدة حديدة، وإن لسه لإبليس سلطان عليه، وإنه مش هيقدر يتحرر، وإنه هيفضل طول عمره عبد للخطية وللنجاسة. فاللي لسه ما صدقش كلام المسيح وإنه حررنا بالحقيقة هيفضل عبد لإبليس، ومهما يحاول يفشل. ده كمان كتر المحاولات الفاشلة مع الوقت بيجيب له إحباط واستسلام. فبداية التحرر يمشيل من السقوط المتكرر إنك تصدق إن المسيح حررك، وإن إبليس ملهوش أي سلطان عليك. وإن كنت بتسقط ده مش الطبيعي، لكن الطبيعي إنك حر لأن السيد المسيح حررك. عودتني يا أبونا إنه تديني خطوات عملية. إيه بقى الخطوات اللي أعملها علشان أتحرر من السقوط المتكرر؟ السقوط ده يا أبونا تعبني، حسسني إن فعلا عبد، قربت أستسلم زي الفيل اليائس. بقول هي بقى العيشة كده وزي ما الناس عايشة، وفي النهاية يعني كلنا هنهلك مع بعض وخلاص، نعمل إيه؟ لا لا يمشيل، ده هو غرض إبليس إنك تستسلم وتفقد رجاءك في الحياة الأبدية وفي الحرية. فيبقى يا ابني ما عندكش هدف تعيش له في الحياة الروحية فترضى بالخطية وتستسلم ليها. لكن خليك واعي، اوعى تستسلم ابدا. فكر نفسك دايما ان المسيح حررك ومن حقك الحرية، وانت بتطالب بحقك اللي المسيح عطاهولك. لكن لو صدقت يا مشيل ابليس انك عبد، هتفضل عبد طول عمرك. وفي البداية نعرف مع بعض ايه اسباب السقوط المتكرر، وبعدين نعرف علاجها زي ما بيقول المثل: إذا عرف السبب بطل العجب. ها؟ ومكتوب يا ابني في سفر الرؤيا، الرب يسوع المسيح قال: أذكر من أين سقطت وتب. هي إيه بقى بالظبط أسباب السقوط المتكرر يا ابونا؟ اسمع يا مشيل يا ابني، أول سبب للسقوط المتكرر هو الحنفية المفتوحة، سواء المعروفة أو المجهولة. فاكر قصة المجنون يا مشيل اللي أخدناها في ضبط الفكر؟ أيوة طبعا فاكرها كويس جدا يا بونا، لما كان المجنون بينظف الحمام وحنفيته مفتوحة. فنوع من الجنون إنك تفكر إنك هتتحرر من السقوط المتكرر وحاسة من حواسك مش منضبطة، كل تعبك هيضيع هباء وحتضيع حياتك في الباطل. لا لا لا، حياتي تضيع لا. طب وإيه الحل يا أبونا؟ يعني أعمل إيه بالظبط
لو لسه عندي حنفية مفتوحة، لو لسه في حاسة أنا مش عارف أظبطها، إيه؟ أقول لك يا مشيل يا ابني، الحنفية المفتوحة المعروفة محتاجة لصراخ. استمر في الصراخ يا ابني ليل ونهار، أصرخ أصرخ لحد ما ربنا يخلصك. الحاسة اللي مش منضبطة دي عاملة زي الطريشة. سمعت يا ابني عن الطريشة قبل كده؟ لا يا ابونا ما سمعتش عنها. ايه الطريشة دي يا ابونا بخوم؟ اقول لك يا ابني، الطريشة دي هي نوع من الحيات السامة جدا. يا ساتر. دي يا ابني من اخطر الحيوانات السامة في العالم، ملهاش مصل، وزي الناس ما بيقولوا لدغتها والقبر. والطريشة دي يا ابني موجودة في الصحارى وفي الاماكن المهجورة، لو لدغت حد لازم يقطعوا المكان اللي لدغته بسرعة، يا إما هيموت. يا ساتر يا ساتر، ربنا يبعدها عنا يا أبونا. تخيل بقى كده يا مشيل، لو أخوك نايم وحده في الأوضة بتاعته في البيت وسمع صوت الطريشة عنده في الأوضة عند الباب، هيعمل إيه؟ معلش بس يا أبونا سؤال، هي كمان ليها صوت؟ لما بتيجي تهجم بتعمل صوت شبه القطط لما تتخانق مع بعضها، بخ بخ بخ. لو اخوك سمع الصوت ده هيعمل ايه؟ اكيد هيصرخ ويقول لي الحقوني طريشة، يا بابا يا ماما هموت، يا مرجرجس يا بوسفين استرها رب استرها رب، الحقوني الحقوني الحقوني. يعني مش هينام ويحاول ينسى الموقف؟ نوم نوم مين يا ابونا، دي حياة او موت. شفت بقى يا مشيل، لأنه مقدر الموقف وإنه يا حياة يا موت، قلت إنه حيصرخ ومش حينام. إحنا زي كده يا مشيل، لو عرفنا يا ابني إن أي حاسة مش منضبطة ممكن تضيع مننا الأبدية السعيدة، وكمان تخلينا هنا في العالم مذلولين وعبيد للخطية والنجاسة، لو أدركنا كده يا مشيل مش هنسكت ونفضل نصرخ 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 لحد ما ربنا يخلصنا ويحررنا. مكتوب في سفر الخروج عن بني إسرائيل إنهم لما صرخوا لله من العبودية الله خلصهم، وموسى قال: وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا، فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية، فسمع الله أنينهم. وانت كمان يا ابني افضل أصرخ، والله حيسمع أنينك وصراخك، ومش ممكن أبدا يسيبك للتعب والمزلة لو انت طلبته وصرخت له. طيب يا ابونا أعمل إيه لو كنت مش قادر أقفل الحنفية، بالرغم إن أنا عارف إنها سبب كل المتاعب والشقة اللي أنا فيه؟ يعني أنا عاوز أقفل الحنفية بس مش قادر، مش عارف إزاي. في الحالة دي بقى نعمل إيه يا أبونا؟ أقول لك يا ابني، زي ما قلنا قبل كده، فيه فرق بين مش عاوز وبين مش قادر. أيوة تمام، أنا حاسس الفرق ده بس مش عارفه. إيه الفرق بين اللي مش قادر ومش عاوز؟ إيه؟ مش قادر يا مشيل يعني أنا نفسي أتحرر لكن أنا ضعيف، وهنا الموضوع سهل وبسيط جدا. استمر يا ابني في الصراخ، فإلهك إله الضعفاء، والمسيح جه للخطاة لا للأبرار، للمرضى اللي تعبهم المرض علشان يشفيهم. استمر في الصراخ يا ابني، ما تتوقفش أبدا عن الصراخ لحد ربنا ما يخلصك. القديس العظيم الأنبا مآر بيقول: إنه بالمقاومة وتحمل الآلام تنال الإرادة معونة وارتفاعا، وحتى إذا سقطت تقوم ثانية، وقد تغلب النفس، ولكن النفس بعد وقت تغلب الآلام في معركة واحدة، فإن صبرت النفس ولم تفزع فإنها تبتدئ تنال القوة وتتعقب العدو وتحمل غنائم الظفر
بالخطية. تمام، يعني ايه بقى مش عاوز؟ اقول لك يا مشيل، مش عاوز يعني انت راضي بوضعك ومش عايز تغيره، راضي بالخطية ومتعايش معاها. هنا الموضوع صعب يا ابني، الله نفسه مش هيقدر يخلصك لانه مش هيقدر يقتحم حياتك، وكده مفيش داعي بقى ان احنا نكمل كلامنا ولا ايه؟ لا 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 ابونا، انا عايز من كل قلبي ان ربنا يخلصني، عايز الله يضبط كل حواسي، عايز الله ينجيني من السقوط المتكرر اللي تعبني وزلني سنين طويلة. لكن افرض كان في شخص مثلا مش عايز عشان الخطية لطيفة بالنسبة له، او تحولت لإدمان بيحبها مش بيكرهها، لكن برضو نفسه يعيش مع المسيح، عنده الحالتين، ده بقى حله ايه؟ اقول لك يا ابني، هو ليه حل، يجي للمسيح ويقول له كل يوم: يا رب يا رب، انا بحب الخطية ومش عاوز اسيبها لانها بقت بالنسبة لي زي الادمان، لكن انا عارف ان نهايتها الهلاك، فخليني اكرهها واطلب الخلاص منها. انا ضعيف، لكنك يا رب انت اله الضعفاء، ما تسيبنيش اهلك يا رب، انا برضو ابنك ونفسي اعيش معاك ومليش حد تاني اروح له، انت ابويا وانت بتحبني اكتر ما انا بحب نفسي، خليني يا رب اكره الخطية واحبك انت يا رب يا رب يا رب. دايما يا ابونا عندك حلول لكل المواقف. الرب يسوع المسيح يا مشيل يا ابني عنده علاج لكل الحالات، علينا بس ان احنا نروح له، وهو الطبيب الشافي اللي بيحبنا ويقدر يشفينا من كل مرض ويحررنا من كل خطية. طب في مرة يا ابونا قلتلي ان في حنفية مفتوحة معروفة، طب في النوع التاني؟ ايوة، النوع التاني هو الحنفية المفتوحة المجهولة. ازاي؟ هتبقى في حنفية مفتوحة واحنا مش عارفين مثلا مجهولة؟ ايوة، الحنفية المفتوحة المجهولة يا مشيل هي اللي احنا شايفين اثرها لكن مش عارفين مصدرها، يعني بصلي وبصوم واتناول من الاسرار المقدسة لكن فيه حرية؟ لا. فيه فرح؟ لا. ايه السبب؟ مش عارف، لكن فيه حاجة غلط يا ابني، في حاسة مش منضبطة لكني انا مش عارفها. ازاي يعني؟ يبقى عندي حاسة وانا مش عارفها اصلا ازاي؟ دي بقى يا ابني تحتاج الى اسبوسيد الحياة الروحية. مصطلح جديد عليا ده يا ابونا، اسبوسيد الحياة الروحية، ماشي، معناه ايه؟ اقول لك يا حبيبي، في راجل عنده 80 سنة راح لطبيب القلب، الدكتور عمل له فحص وقال له: الحالة مطمئنة وكله تمام، ولكن معلش السن لحكمه، فمع تقدم السن بيرتفع الضغط والسكر ويبقى في إمكانية تكوين جلطة. وإيه الحل يا دكتور؟ أوكي، هكتب لك على قرصين أسبوسين، وده هيساعد على سيولة الدم وجريانه في العروق، كل يوم قرصين بعد الغدا، اوعى تنسى، فالوقاية خير من العلاج، وهو طعمه جميل ما تقلقش برضو. ها؟ حتى لو مش طعمه حلو لازم ناخده يا دكتور، المرض وحش وربنا يكفيك شر المرض. وانت كده كل يوم يا مشيل مع مجموعة صباح الخير اطلب من الله علشان يكشف لك خطاياك المجهولة اللي انت بتعملها وانت مش عارفها او بتبررها بسبب الظروف او البيئة المحيطة والتربية. اطلب كل يوم مع مجموعة صباح الخير وقول: يا رب يا رب، عرفني بشاعة خطيتي، يا رب خليني أقبل حبك. بس دي حاجة صعبة قوي يا ابونا، لو
لو ربنا عرفني بشاعة خطيتي بجد، ده الواحد ممكن يموت من اليأس من كتر الخطية. أصلع حاجة صعبة جدا. اطمن يا مشيل يا ابني، اطمن، الله طيب جدا وحيعرفك على قد ما تقدر تتحمل، وحيكشف لك خطوة خطوة، وبرضه وهو بيعرفك خطاياك وبشاعتها هيعرفك برضه ان انت محبوب ومقبول، وان فيه فرق بينك وبين الخطية. انت ابنه، لكن الخطية دي مرض يا مشيل. وان كان كأب بيكره مرض ابنه، لكن بيحب ابنه جدا ومش ممكن ابدا يكرهه. القديس العظيم أغسطينوس بيقول: كما ان الطبيب يكره مرض المريض ويعمل بمقاييس الشفاء لينزع المرض ويشفي العليل، هكذا الله يعمل بنعمته فينا لينقذنا من الخطية ويحرر الإنسان. طب زي ايه يا ابونا الخطايا المجهولة؟ يعني ايه تبقى خطية موجودة في حياتي وانا مش عارفها؟ في طريقين يا ابني مالهمش تالت: طريق الرب يسوع، وده الشيطان مش عاوزك تمشي فيه، وطريق الشر والخطية، والشيطان مش عاوزك تكمله. لا لا لا، ازاي بقى الشيطان؟ الشيطان مش عايزني اكمل طريق الشر والخطية ازاي؟ اقول لك، لانك بدأت في الحياة الروحية وعرفت محبة المسيح، فلو كملت الشر والخطية يا ابني هتصرخ وتقول عاوز اتوب، عاوز ارجع للمسيح. لكن الشيطان في منتهى الخبث والدهاء هيحاول يخليك ما تكملش طريق الشر والخطية، وتقول في نفسك دي خطية ولا مش خطية، ده شر ولا مش شر، دي لمسة شريرة ولا بريئة، عاوز اعرف. ويحاول يخلي للخطية 100 اسم واسم، الا انك تقول عليها خطية ويقول لك هيقول ايه تاني؟ دي صداقة، صداقة مش نجاسة ابدا، دي اناقة مش عصرة. ده انت بتبص على الكمال، ودي كلمة ابيحة لكن مش ابيحة قوي، اما دي فكبة بيضة، كبة بيضة مش سودة. يا ابن الذين، كبة بيضة مش سودة؟ طب لو كبة في وشي هنعمل فيها ايه؟ الشيطان يا ابني بيعمل بكل امكانياته علشان تبرر الخطية، لانك لو بررتها هتتعايش معاها ومش هتتخلص منها ابدا، وهتفضل طول العمر في السقوط المتكرر وانت مش عارف السبب. القديس العظيم في وفان الناسك بيقول: إن الخاطئ الواضح والمعروف يمكن أن يتحول إلى الصلاح بأكثر سهولة من الذي يخطئ سرا وهو مختبئ تحت قناع فضائل منظور. طلع موضوع الخطايا المجهولة ده صعب جدا يا ابونا وخطير فعلا. مشيل، ده عامل زي المرض اللي ملهوش عرض، فيفضل يدمر الإنسان وهو مش واخد باله. لكن المرض اللي ليه أعراض الواحد بيعرفه ويبدأ يتعالج منه بسرعة. عشان كده يا ابني في سفر الرؤيا بيقول يوحنا الرائي في سفر الرؤيا إصحاح 3 آية 16 إن الله بيقول: لست باردا ولا حارا ولكنك فاتر، فأنا مزمع أن أتقيأك من فمي. أبونا الآية دي أنا عارفها، قرناها كتير وسمعناها كتير، بس بصراحة أنا فعلا مش عارف أفهمها. يعني إيه حر وبارد وفاتر؟ إيه؟ أقول لك يا مشيل، الشخص البارد هو الشخص اللي عارف إنه خاطئ وبيصرخ لله علشان يخلصه، فهو كده في طريق التوبة. الشخص الحار
هو الشخص اللي بدأ في الطريق الروحي وما تحملش وجود الشر في حياته زي القديسين، لكن الشخص الفاتر هو اللي بيقول احنا كويسين اوي اوي اوي، مش وحشين اوي اوي اوي، احسن من غيرنا بكتير الحمد لله، لا بنشرب بانجو ولا حتى حشيش، دي صداقة بريئة، دي مجرد نظرة بسيطة، دي مجرد كلمة مش قبيحة، ده مجرد لمس اخويا. التبريرات دي يا ابني تخلي الواحد يفضل في اللي هو فيه ويهلك بالبطيء، وهنا الله بنفسه مش هيقدر يخلصه. ها؟ الله مش هيقدر يخلصه؟ أيوة، الله مش هيقدر يخلصه، أقولك، لأن هو مش بيطلب الخلاص، ده كمان بيرفض أي صوت توبيخ ويستخبى من أي مصدر للنور ويفضل في الضلمة علشان ما يظهرش شره، زي تماما الرب يسوع قال في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 3 آية 20. الرب يسوع قال: لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله. طب وإيه الحل يا أبونا؟ الحل زي ما قلنا مشيل هو أسبوسيد الحياة الروحية. كل ما تحس بفطور في حياتك الروحية وتكون مش عارف السبب، قول على قد ما تقدر: يا رب عرفني بشاهة خطيئتي، يا رب خليني أقبل حبك، يا رب يا رب. ويعني مجرد كلمة هتخليني أخلص من الخطايا المجهولة دي؟ دي مش مجرد كلمة يا ابني، دي صلاة وطلبة لله. لما تطلب الروح القدس هينور لك ويعرفك الخطايا المجهولة فتتحول لخطايا معروفة ويبكتك عليها، فتصرخ لربنا علشان يحررك منها. يا رب يسوع، ده أنا مسكين وضعيف، ضيعت سنين طويلة من عمري في الخطية وأنا مش عارف إيه السبب. الصراحة يا رب أنا تعبت، الخطية مرة حتى لو بانت غير كده في أولها، بس بتضعف وأنا ضعيف أكتر. مش بس ضعيف، ده أنا ضعيف جدا، لكن عندي أمل فيك يا رب، عاوزك تحررني. عرفني يا رب بشاعة الخطية، عرفني يا رب الخطيئة المجهولة اللي بحاول أبررها وأتسطر عليها وأنا مش حاسس بيها. اكشفني يا رب قدام نفسي، اكشفني قدام نفسي، بس المهم ما تسيبنيش أهلك أبدا، ده أنا ابنك، أنت فديتني بدمك، ده أنا غالي عليك يا رب. ميشيل. أيوة. سرحت في إيه يا ابني؟ لا عادي يا ابو، بس حكاية الحنفيات المجهولة دي صعبة خالص، كتير من الخطايا ببررها وبتعايش معاها، دي حقيقة. صليلي بقى أبونا علشان ربنا ينور لي دنيتي ويحررني، بس برضو في سؤال. ايه هو يا ابني؟ هو ايه السبب التاني في السقوط المتكرر؟ شوف يا مشيل، السبب الأول للسقوط المتكرر هو الحنفية المفتوحة. أيوة، سواء المعروفة أو المجهولة. أما السبب الثاني هو اعتماد على الذات أو إرضاء الذات. اعتماد على الذات أو إرضاء الذات، ماشي، يعني إيه؟ أقول لك، اعتماد على الذات يا ابني يعني كل مسقط أقول خلاص دي آخر مرة، أنا عرفت كل حاجة، مفيش سقوط تاني. لكن مفيش يوم ولا اتنين والواحد يسقط تاني ويقول لا، المرة دي آخر مرة، أنا عرفت السبب، مش قصة، انتهت. وبرضه ما يعديش كم يوم
والواحد يلاقي نفسه سقط في نفس الخطية فيحاول يقول لنفسه لا 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 دي مش قصة انتهت المرة دي غير كل مرة انا فهمت كل حاجة والتالتة تبتة وكلها ايام ويسقط تاني وطول ما الواحد بيقول انا اعرف وانا فهمت مش هيتحرر ابدا يا ابني ليه يا ابونا الصراحة يا مشيل يا ابني طول ما انت معتمد على ذاتك وقوتك البشرية مش هتتحرر ابدا مهما عملت وهتفضل سائط طول عمرك الله نفسه مش هيحررك علشان ما تهلكش الله مش هيحررني علشان ما هلكش ازاي فهو مش هيحررني علشان ما هلكش الكلام ده جديد وغريب يا ابونا بصراحة لو الله حررك يا ابني وانت لسه معتمد على ذاتك هتقول يا دي خلصتني دي مكتوبة يا ابني في سفر قضاء إصحاح 7 آية 2 وممكن تتحرر من السقوط المتكرر في خطية معينة لكن يفضل معاك اللي هو أخطر من السقوط المتكرر يا سلام هو في أخطر من السقوط المتكرر؟ طبعا يا ابني الذات والكبرياء تفضل يا ابني كده تفتكر في نفسك إنك بقيت حد عظيم وإنك أنت اللي خلصت نفسك وبكده تدخل في الكبرياء وتهلك ويكون وقتها هلاكك عظيم زي ما يكون واحد كده أكل حاجة مسمومة وبيرجع وعنده إسهال الدكتور مش بيعالج الترجيع ولا الإسهال لكن بيعالج التسمم في الأول فبرضه يمشيل الله حيسيبك في السقوط المتكرر بالرغم من صراخك الكتير يعني أنا ممكن أكون بصلي وبصرخ والله ما يحررنيش ويسيبني في السقوط المتكرر طبعا ممكن لما تكون لسه معتمد على ذاتك وتفتكر إنك بقوتك تقدر تعمل حاجة الله حيسيبك تصرخ وتفشل وتحاول وتفشل لحد ما توصل لآخر محاولاتك وتعرف الحقيقة الحقيقة اللي هي إيه؟ الحقيقة إنك لوحدك ضعيف وعاجز ومش هتقدر يا ابني أبدا تخلص نفسك وده الشرط الوحيد اللي يخلي ربنا يتدخل ويخلصك الشرط الوحيد قول لي عليه يا ابونا إنك تجيب آخرك وتفقد الثقة تماما في إنك وحدك تقدر تتحرر وتغلب إبليس بقوتك الابن الضال يا ابني رجع لأبوه لما قال إني أهلك جوعا فاللي خلاه يرجع إنه جاب آخره لو كان لسه معاه شوية فلوس أو عنده أصدقاء ممكن يساعدوه ما كانش حيرجع لأبوه أبدا فأنت يا ابني حترجع لما تعرف ان مفيش فايدة في محاولاتك بقوتك لوحدك وده اهم شرط لعلاج مرضى الادمان ان الواحد لازم يجيب اخره او بيسموه انه يرتطم بالقاع او يجيب ارض لانه لو لسه متعايش مع الادمان ما يعرفلوش علاج ولا يعرفوا يعالجوه فشوف يا مشيل بقى هل جبت اخرك ولا لسه جبت اخر يا بونا هل لسه عندك أمل إنك تقدر تحرر نفسك بقوتك وجهادك لوحدك تقدر؟ هو كان زمان يا مونة زمان فعلا كنت بفتكر إن الخطية دي حاجة سهلة ولما أحب أتحرر منها هقدر أتحرر طبعا طبعا بعد المحاولات الفاشلة مش بس شهر ولا شهرين ده سنين طويلة في الذل قدام الخطية عرفت صح إني لوحدي مش هقدر في الأول كانت الخطية ممتعة لكن دلوقتي مرارة وذل ومهانة كنت حاسس أني لما أحب أتوب وبطل هقدر طلع أن الموضوع صعب قوي وأن إبليس مش سهل بيلف ويدور بينا العبودية مرة كلها حزن وكآبة وضياع على الكرامة أنا جبت آخر يا أبونا بجد بس طبعا لسه عندي امل ان اتحرر يا ابونا صح شوف يا مشيل على الواحد ما يقدر يوصل للنقطه دي انه يجيب اخره ويرتطم بالقاع ويعرف انه مش هيقدر لوحده هنا يا ابني يبقى فيه امل طب ايه الدليل بقى ان انا جبت اخري
الدليل يمشيل هو الاستمرار في الصراخ والاعتراف لله بالضعف والعجز. فلما الواحد يوصل لاقتناع حقيقي انه ضعيف جدا وفاسد جدا ومش قادر يخلص نفسه وانه محتاج لقوة المسيح، هنا بس يقدر الله انه يتدخل ويخلصه من غير خوف عليه من الذات ومن الكبرياء. هقول لك حكاية يا ابني. مرة تلات اصحاب بعد ما خلصوا دراستهم في الكلية قالوا: ايه رأيكم يا جماعة نروح كم يومك ده نصيف في اسكندرية قبل ما نرجع الصعيد؟ قلتوا ايه؟ فكرة جميلة، انت ايه قولك يا بيتر؟ تمام، شوفوا الروح ميتة. وفعلا راحوا اسكندرية ونزلوا البحر وما كانوش بيعرفوا يعوموا كويس، لكن بيتر كان متهور شوية فدخل في البحر الجوة جوة خالص. ايه ده؟ المية حلوة قوي، احنا ليه ما جيناش قبل كدهنا يعني؟ ها يا بيتر تعال يا ولد، ما تدخلش جوه كده الموج عالي، ارجع يا ولد ارجع. جمد قلبك يا ولد عهد. ايه ده بيتر؟ يا بيتر خل بالك، عاوزين نرجع الصعيد بالسلامة، ما تتهورش يا بيتر، انا عارفه مجنون. انت دايما خواف يا مايك يا ولد ولا يهمك. وفعلا دخل لجوه في البحر وبدأت الموجة تسحبه. مينا خاف ومايكل خافوا لحسن يضيعوا كلهم، فطلعوا بسرعة للكابتن على الشاطئ وقالوا له: الحقنا يا كابتن الحقنا، صاحبنا بيغرق الحقنا. هو فين؟ اهو هناك اهو، يلا بسرعة طلع هيغرق. لكن الكابتن بص على بيتر وفضل يشرب مج النسكافيه. مينا قال: يلا يا كابتن وخد اللي انت عاوزه، سيب المج اللي في يدك ده الولد عيموت. انت مالك عطل لليك ده؟ ما عندكش احساس انت؟ الولد هيغرق يا ابو عمو. ايه ماسك في يدك مج نسكافيه؟ طب نجيب الولد ونجيب لك زير نسكافيه يا اخي. والكابتن كان مركز مع بيتر وبيشرب في مج النسكافيه وكأنه مش سامع لا مايكل ولا مينا، وفجأة ساب مج النسكافيه ورمى نفسه في المية وراح لبيتر بسرعة وأنقذه. فمايكل قال: شكرين قوي يا كابتن، صراحة يعني احنا ما عارفين ايش نقول لك ايه بعد اللي عملته ده انت نجيت حياته، مش عارفين يعني كنا هنعمل ايه من غيرك بصراحة. قول لي يا كابتن النسكافيه بتاعك سكر وايه؟ ربنا يخليك يا كابتن، لكنك لا تأخرت. عاد انا ما تأخرتش، لكن رحت في الوقت المناسب ولحقته. باه ايه الوقت المناسب ده؟ عاد قول لنا عليه. الغرقان زي ما بيقولوا بيمسك في قشايه، فلو انا رحت له وهو لسه بيحاول يساعد نفسه كان هيعطلني وما كنتش هعرف انقذه، لكن لما بدا يسيب نفسه ويستسلم كان سهل ان انقذه وساعده، لانه بقى ريلاكسيشن خالص. يعني الله مش هيخلصني طول ما انا بحاول؟ الله مش هيخلصك يا ابني طول ما انت بتحاول انك تعتمد على ذاتك وتفتكر ان بقوتك لوحدك تقدر تتحرر من الخطية ومن النجاسة ومن السقوط المتكرر. يعني خلاص بقى استسلم للشر وما حاولش اجاهد وما عملش اي حاجة خالص لغاية ما ربنا يخلص؟ لا 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 يا مشيل، لا لا طبعا يا ابني، ده مش قصدنا. احنا بنقول اصرخ، استخدم الاسبوسيد، ده كله مش جهاد. احنا يا ابني بنتكلم عن الاقتناع الداخلي، ان انت عرفت ضعفك وفسادك ولا لسه ما عرفتوش. اللي لسه عنده امل في نفسه وانه ممكن لو شد حيله حبتين وجاهد اكتر ممكن يغلب الخطية، ده الله يسيبه لحد ما يعرف ضعفه وانه فاسد ومفيش فايدة في جهاده لوحده. رب المجد يسوع المسيح قال كلام هو نهاية الأمر كله، قال في إنجيل معلمنا يوحنا أصحاح 15 آية 5، الرب يسوع قال بدوني لن تقدروا أن تفعلوا شيئا. فلو كان بالمحاولات والجهادات الشخصية من غير قوة المسيح ونعمة خلاصه ما كانش في داعي أبدا لمجيء المسيح، زي تماما معلمنا بولس الرسول بيقول في رسالته إلى أهل غلاطيا أصحاح 2 آية 21:
معلمنا بولس الرسول بيقول: فلو كان بالناموس بر لكان المسيح مات بلا سبب. فاحنا يا ابني مهما حاولنا اننا نغلب الخطية وحدنا مش هنقدر ابدا، لكننا بنجاهد مع المسيح وبنصرخ اليه مقرين بضعفنا، وهو اللي بيدينا القوة ان احنا نغلب الخطية وننتصر عليها. يا مشيل، تمام كده انا فهمت فكرة الاعتماد على الذات. اللي لسه معتمد على قوته الشخصية وشايف انه ممكن بشوية تعب وجهاد يقدر يغلب الخطية لوحده، ده الله هيسيبه مش هيخلصه لغاية ما يكتشف انه هو محتاج لقوة الله، لغاية ما يعرف ضعفه ويطلب بنفسه قوة المسيح. لكن في الحالة دي بقى ابونا سؤال: ايه هو ارضاء الذات؟ اقول لك يا ابني، هحكي لك حكاية كده. كان فيه شاب بدأ في منهج مبادئ الحياة الروحية مع واحد من الآباء، كل مرة ياخد تدريب وخطوات القطاعي والوجه المكشوف والسلام والغفران، لكن كان لسه تعبان ومش شاعر بأي تقدم. وفي يوم راح لأبوه الروحي وقال له: أقول لك على حاجة بصراحة يا أبونا، بس ما تزعلش مني. اتفضل، ما فيش داعي للزعل من الصراحة يا ابني. تحسب يا ابونا انا باجي لقدسك علشان الحياة مع المسيح والعلاقة مع الله والحياة الابدية اللي بتتكلم فيها بحماس كل مرة؟ امال بتيجي ليه يا ابني؟ الصراحة باجي بس علشان استريح ومشعرش بالذنب من السقوط المتكرر، وعلشان اكون انسان محترم قدام نفسي. فعيب قوي اكون في السن ده واسقط في عادات وشهوات زي دي، لكن بصراحة مش بيهمني المسيح ولا العلاقة معاه، كل اللي بيهمني أكون مستريح ومحترم. طب أبوه الروحي قال له إيه بقى؟ أبوه الروحي قال له: الله يسامحك يا ابني، بس كده عمرك ما هتستريح وعمرك ما هتلاقي السلام ولا الاحتراء. ليه كده بس يا أبونا ليه؟ لأن كل اللي انت عاوزه في الحياة الروحية مش العلاقة مع المسيح، لكن كل اللي يهمك ذاتك وإنك ترضي ذاتك. كل همك إنك تبقى محترم، يبقى عندك سلام، وتكون أنت مركز الحياة وبتستخدم الأمور الروحية علشان خاطر ذاتك. لكن المسيح والعلاقة معاه مش موجودة في حساباتك، علشان كده هتفضل تعبان وصائت قدام الخطية طول عمرك. وهل غلط ان يكون محترم وعندي سلام داخلي؟ مش غلط يا ابني الاحترام ولا السلام، لكن السؤال هو: ايه هدفك من الخلاص من الخطية؟ هل عشان يكون لك علاقة مع المسيح ولا عشان تكون محترم؟ ايه يا ابني اللي بيخليك تكره الخطية؟ هل علشان هي بتبعدك عن المسيح ولا عشان بتفقدك سلامك الداخلي؟ مش ممكن يكون الاتنين مع بعض؟ مش ممكن يا ابني، لكن الطبيعي انه لما تكون ليك علاقة مع المسيح النتيجة الطبيعية انك هتكون متحرر ومحترم وعندك سلام داخلي. لكن لو استخدمت الامور الروحية عشان ترضي ذاتك بس ويكون عندك سلام وحرية، كده يا ابني مش هتتحرر ابدا ولا هتعرف السلام. لو استخدمت الأمور الروحية علشان أرضي ذاتي، غريبة عليا جدا دي يا ابونا. طب إيه الحل طيب؟ إزاي تكون علاقتي مع المسيح هي الهدف مش إرضاء الذات؟ فهمت. إزاي يا ابونا انتصر انتصار حقيقي على الخطية؟ قول لي يا ابونا، حاسس إن الموضوع فيه سر. أيوة فيه سر يا مشيل. ممكن نروح لحد انتصر على الخطية ونسأله، زي أغسطينوس مثلا. وعلى ما نجيب اسم أغسطينوس تلاقي علماء النفس والاجتماع والتربية بيصرخوا ويقولوا: ايه ده معقول؟ معقول ابدا. تقول لهم: ايه مالكم؟ يقولوا: معقولة قديس زي ده؟ اللي بتقولوه ده التحول الغريب، معقولة؟ أغسطينوس. وبعدين تقولوا انه اصبح اسقف وقديس وكتب كتب عن محبة الله؟ ما شفناش كده خالص، لا في الواقع ولا في نظريات علم النفس.
ولولا إنها حقيقة علمية تاريخية وكتب موجودة ما كنا صدقنا. أكيد في سر في الحكاية دي، في حاجة فوق الطبيعة. فعلا يا ابونا بخوم، الموضوع في حاجة فوق الطبيعي. نروح بقى لأغسطينوس ونسأله. قل لنا يا قدس أغسطينوس، إيه السر في تحولك بالشكل ده؟ بيقولوا في سر في إنك تتحول بالشكل ده، في حاجة فوق الطبيعة. قل لنا، إحنا عايزين نسمع. فعلا في سر. طيب وإيه هو السر يا ابونا؟ بعد ما تاب راحت له المرأة اللي كان بيخطي معاها وخبطت على الباب وقالت له: أغسطينوس أغسطينوس أغسطينوس، افتح يا أغسطينوس افتح، أنا عايزك. أغسطينوس اللي تعرفيه مات مات مات. أمال مين اللي عايش ده؟ مين يا أغسطينوس؟ كلمني مين؟ المسيح المسيح المسيح. وده يمشيل هو النصرة الحقيقية، سر النصرة الحقيقية على الخطية. مات مات مات. علشان ننتصر على الخطية لابد ان تموت الذات ويحيى المسيح. دي يا ابني هي البداية الحقيقية، واي بداية غيرها مش هتوصلك لحاجة ابدا، وهتفضل في سراب ومش هتتحرر ابدا للأسف. طيب انا موت ازاي انا بقى دلوقتي؟ ماشي. طب الكلام ده موجود في الإنجيل يا ابونا؟ ايوه يا ابني موجود. بولس الرسول أدرك الحقيقة دي وكررها في كل رسائله. بيقول في رسالته إلى أهل غلاطيا إصحاح 2 آية 20، معلمنا بولس الرسول بيقول: مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. وفي رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا إصحاح 14 آية 7، معلمنا بولس قال: لأن ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. وفي رسالة معلمنا بولس الثانية إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 آية 15، معلمنا بولس قال: هو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. وأخيرا يا ابني، الرب يسوع قال كلام ما بعد كلام في إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 9 آية 24. الرب يسوع بيقول: فإن من أراد أن يخلص نفسه، يعني عاوز يتحرر ويكون محترم، يهلكها. ومن يهلك نفسه، يعني مات مات مات، من يهلك نفسه من أجلي فهذا يخلصها. كل دي آيات يا ابونا؟ يوه فيها أكتر كتير يا ابني. احنا في الأصل تراب، والله خلق لينا ذات وادانا كيان، واحنا بإرادتنا الكاملة ضيعنا ذاتنا ومتنا. فجي المسيح وبذل ذاته عنا، زي تمام ما بنقول في التسبيحة: هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، نسبحه ونمجده ونزيده علوا. هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، نسبحه ونمجده ونزيده علوا. فالمسيح يمشيل أعطانا ذاته علشان إحنا نحيا، فمتنا معاه في المعمودية وقمنا وخدنا حياته فينا. لكن بنقول له: سقطنا يا رب، هنعمل إيه؟ فيقول الرب يسوع المسيح: خذ جسدي واشرب دمي، خذ حياتي واحيا بهم مرة ثانية. لكننا يا ابني بنمشي شوية وبعدين نسقط ونقول: كفاية 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 يا ابني، كفاية 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 النهاردة ونكمل بكرة. لا يا مشيل، مش قصدي،
كفاية إن إحنا نعيش، إحنا ضيعنا ذاتنا مرات ومرات. خلي المسيح يعيش فينا يا ابني، فنديله حياتنا علشان يعيشها هو، علشان يحفظها هو. نديله حياتنا زي ما هو ادانا حياته، نعترف بضعفنا ومسكنتنا وضيعنا. احنا يا ابني اضعف من ان احنا نحفظ نفسنا، احنا زي الشخص القاصر تمام. موافق، موافق على الكلام ده يا ابونا، بس بقى الشخص القاصر ده يعمل ايه؟ مش قادر يحافظ على النعم اللي ربنا ادهاله، يعمل ايه؟ الشخص القاصر يا مشيل اللي مش بيعرف يتصرف، دايما يعمل توكيل عام لشخص يثق فيه يقدر يساعده. توكيل عام، ماشي. ازاي بقى؟ الواحد بيروح الشهر العقاري ويقول لو سمحت عاوز اعمل توكيل عام. يقوم يقولوله توكيل عام ولا خاص؟ ايه الفرق بين التوكيل العام والتوكيل الخاص؟ التوكيل الخاص يعمله حد عاوز يبيع عقار، حد عاوز يبيع عربية. لكن التوكيل العام ده حاجة كبيرة محدش يقدر يعمله غير ابن لابوه، أب لابنه، ناس حاجتهم تبقى واحدة. التوكيل العام بيتقدر تتحكم وتتصرف في كل ممتلكات الشخص من غير ما ترجع له. فخد بالك يا ابني قبل ما تعمله، خد بالك. فشو بقى يا ابني، تحب تعمل توكيل عام للمسيح على حياتك؟ يعني تعلن انه هو المتحكم في كل امورك، وانك بتخضع ليه في كل تصرفاتك، وتتمم ارادته حتى لو كانت عكس رغباتك وعكس تفكيرك. اعمل توكيل عام يا ابونا؟ طبعا. كفاية بقى تعب، كفاية فشل، كفاية مرار. تعبت من العبودية، مش قادر أحرر نفسي، فعلا مش قادر أقاوم الخطية لوحدي. الخطية مرة والواحد لوحده ضعيف جدا. أحسن لي طبعا أخضع للمسيح وأتمم إرادته حتى لو عكس رغباتي. كفاية رغباتي ضيعتني وزلتني لإبليس بس هي الفكرة يا أبونا، يعني بشكل عملي إزاي أعمل توكيل عام؟ إنك تقر قدام الله إنك تسلمه كل الحياة والإرادة وتخضع ليه خضوع كامل، زي تمام أبونا ما بيصلي في القداس الغرغوري ويقول أقدم لك يا سيدي، أقدم لك يا سيدي أقدم لك يا سيدي. وأكتب أعمالي تبعا لأقوالي. وممكن تجيب ورقة تكتب التوكيل في ورقة وتحتفظ بيها في الكتاب المقدس ويكون شاهد بينك وبين المسيح، واكتب يا ريت كل اللي بيتابعوا الحلقات دي ويطبقوها يجيبوا ورقة هم كمان ويعملوا توكيل عام ويحتفظوا بيه في كتابهم المقدس أو في المحفظة بتاعتهم. الورقة هي يا ابونا أكتب إيه؟ اكتب في وسط السطر توكيل عام، واكتب أقر أنا ميشيل عبد الملاك ميخائيل إنني بإرادتي الكاملة أسلم كل حياتي للرب يسوع المسيح. قلبي وفكري ومشاعري وجسدي، مستقبلي وكل كياني، وهو يكون
المسؤول عني مسؤولية كاملة، وأنا غير مسؤول عن نفسي فيما بعد، وهذا التوكيل غير قابل للإلغاء أو التغيير. امضي يا ابني. وقع في نهاية الورقة باسمك، تمام زي ما الشعب قال في سفر النحمية أصحاح 9 آية 38، قالوا: نحن نقطع ميثاقا ونكتبه، ورؤساؤنا ولاويون وكهنتنا يختمون. طول ما انت عملت كده من كل قلبك يا ابني، مش هتسقط في أي خطية أبدا. طول ما انت محافظ على التوكيل العام والخضوع الكامل للسيد المسيح، مش هيكون لإبليس أبدا سلطان عليك يا ابني. ما هو السر في حكاية من كل قلبك دي. طب افرض يا ابونا عملت كده وبعدين سقطت في الخطية تاني، ايه بقى؟ روح للسيد المسيح، اتخانق معاه وقول له: ليه يا رب سبتني؟ ليه تركتني؟ هو انا مش سلمتك حياتي وعملت لك توكيل عام؟ انت سبتني ليه يا رب يا يسوع المسيح؟ يا لهوي. طب لو عملت كده ربنا هيقول لي ايه؟ هتلاقيه يقول لك: انا ما تركتكش يا ابني، لكن انت اللي سحبت التوكيل العام. ايه ده، هو ممكن التوكيل العام يتسحب؟ اوه طبعا يا ابني ممكن يتسحب، لما تبدي تعتمد على ذاتك او تكسر الوصية وتعمل ارادتك، يبقى كده سحبت التوكيل وذاتك بدأت تعيش من تاني. يوه ذاتي بقى. طب ايه الحل طيب يا ابونا؟ جدد التوكيل مرة تانية يا مشيل، قدم توبة وقول له: سامحني يا رب على إهمالي وتكاسلي، بسلم لك حياتي من تاني وأجدد عهدي فاستلم حياتي مرة تانية يا رب يا يسوع. سامحني يا رب. ده السكة طويلة قوي يا ابونا. ماشي، كل ده حصل، مش في احتمال ان انا امشي واسقط تاني؟ ها ايه الحل بقى؟ قوم مرة تانية يا مشيل وجدد التوكيل العام من تاني. طب ابونا مش اسهل من الكلام ده كله نحاول ندور كده على توكيل عام ما ينفعش يتسحب ابدا؟ في يا ابني، في العهد القديم في سفر الخروج اصحاح 21 كان في سنة اسمها سنة اليوبيل، وكان فيها بيتحرر كل العبيد، لكن لو عبد حابب سيده وما كانش عاوز يتحرر وقال: سيدي بيحبني، عمل لي بيت واداني أرض وبقى عندي أسرة وأولاد، أتحرر وأروح فين؟ ممكن أفتقر وبعد كده أروح لسيد قاسي يذلني. خليني مع الراجل الطيب ده، خليني أحسن. يعني هتفضل كده طول العمر عبد لسيدك؟ أيوة، أفضل عايش عبد طول عمري مع سيدي، وانا هلاقي فين حد يحبني زي ما حبني، ولا حد يهتم بيا ويرعيني زي ما هو اهتم بيا. خلاص، طول ما انت عاوز تعيش مع السيد ده على طول، يبقى نحط ودنك على الباب ونتقبها، وبكده يبقى عهد انك هتفضل في البيت ده الى الابد. موافق؟ موافق. وبكده يا ابني العبد ده ما كانش ممكن يسيب البيت، ولا كان ممكن السيد يطرده. طب والعبد ده بقى لو عمل حاجة غلط هيعملوا فيه ايه؟ ما هيطردوه؟ يعلموه، يفهموه، يأدبوه، لكن جوه البيت مش ممكن يطردوه ابدا، الا لو هو اللي هرب بإرادته. طب ما دي حاجة جميلة جدا يا ابونا. طب ما سهلة، انا عاوز اكون بقى انا العبد ده مع المسيح، عبد مثقوب الاذن بس، ونخلص من اقع وقوم وبتاع. مش عاوز اسيبه يا ابونا، ولا عاوزه كمان هو يسيبني، ولا عاوز اهرب منه. انا ما صدقت لقيت حد يحميني ويقبلني بضعفي. دي شهوة قلب الرب يسوع المسيح يا مشيل، هو واقف على الباب يقرع، ولو قبلت دعوته هيدخل، وان سلمت قلبك هو هيعلمك كل حاجة، ولو سقطت هيقيمك، وهو حيكون أبوك وانت تكون ليه ابن، زي تمام
ما مكتوب في رسالة معلمنا بولس إلى العبرانيين إصحاح 8 من آية 10 ل 12. الله بيقول: لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب: أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا: اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني أكون صفوحا عن آثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. الله يمشي اللي عاوز يرتبط بيك ارتباط أبدي بعهد مؤبد، زي يا ابني ما هو مكتوب في سفر حزقيال أصحاح 37 آية 26. الله بيقول: وأقطع معهم عهد سلام فيكون معهم عهدا مؤبدا، وأقرهم وأكثرهم وأجعل مقدسي في وسطهم إلى الأبد. تحب يا ابني تعمل زي كده، عهد مؤبد مع الرب يسوع المسيح، ويكون هو سيدك طول الأيام، وتكون يا ابني خاضع ليه في كل أمور حياتك. أحب 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 قوي. هو دي حاجة تتكره ولا حاجة تترفض؟ أنا عشت كتير خاضع لإبليس وعبد للخطية، ما جانتش غير الذل والمهانة والتعب وضياع السلام. يعني حتى الحياة في الخطية بايخة وطعمها وحش. لكن معلش يا أبونا، كلمة خضوع دي مش ممكن تخوف بعض الناس شوية؟ يعني تحسسهم بالقهر مثلا؟ فعلا يا مشيل، كلمة خضوع دي مش سهلة، لكن مع السيد المسيح تكون سهلة جدا يا ابني. أيوة طبعا أنا حاسس بكده طبعا، يعني أنا بتكلم على الناس لما يسمعوها يعني، بس برضو ما فيش مانع. إزاي الكلمة دي بتكون سهلة مع يسوع؟ الحقيقة يا مشيل، خضوعنا للسيد المسيح مش فعل لكن رد فعل. ماشي، إزاي يا ابونا؟ المسيح يا ابني هو اللي اتضع وخد شكل عبد علشاننا احنا في الأول، هو اللي غسل رجلينا، هو اللي خد خطايانا وأعطانا بره. إلهنا هو الإله الطيب المتحنن، مش المتسلط الجبار. إلهنا يا مشيل هو أحن من الأب ومن الأم اللي بيهمه حتى شعور رأسنا، هو اللي ادانا ذاته في الأول، تجسد أخد شكل عبد علشاننا، مات واتصلب لأجلنا، ادانا جسده ودمه وقال: خد كلني واشرب دمي، وادانا روحه يسكن فينا. فلو قبلنا ده كله يا ابني، هو ده اللي هيخلي خضوعنا رد فعل، ويخلي نير المسيح هين وحمله خفيف، ويخلينا نثق ان من الافضل ان احنا نخضع ليه احسن ما نكون خاضعين لابليس او للناس او لذاتنا الضعيفة. وفيه يا ابني نقطتين هيساعدونا على كده. ايوة اللي هم ايه يا ابونا؟ قبل ما اقولهم لك، في قول جميل جدا لاحد الاباء بيقول: ان كان تخليا عن كل ما لنا لربنا يسوع، يلزمنا ان ناخذ ربنا يسوع ونحيا به وبقوته وحبه، اي انه في نسينا لنفوسنا يجب ان ننشغل بربنا يسوع، وفي تفريغنا الظلمه نمتلئ بالنور. فانكار الذات هو تخلي عن الاراده البشريه الواهيه، لا لنكون بلا اراده، بل نكون لنا اراده الرب القويه العامله في حياتنا، بمعنى انه يصير لنا بدل الضعفات البشريه امكانيه غير بشريه تسمو على كل ضعفات البشر. فخضوعنا للمسيح هو الرضا بالمبادله، ان هو ياخد اللي لينا واحنا ناخد اللي ليه، هو ياخد خطايانا واحنا ناخد غفرانه وبره، هو ياخد متنا واحنا ناخد حياته الابديه. هو حد يا ابني طول
انه يعمل بدل مع المسيح، انه ياخد اللي لنا ويدينا اللي ليه. طبعا حد يطول، فعلا نعمة كبيرة. مين يصدق ان الله ياخد خطايانا ونجاساتنا ويدينا نعمته وقدسته؟ ليه فعلا مش كل الناس بترضى بكده؟ اقول لك يا مشيل، الكبرياء، الكبرياء والذات وبرضه الجهل بمحبة المسيح، هم دول يا ابني اللي بيخلوا الناس تخاف انهم يسلموا ارادتهم للمسيح. وكمان الله مش عاوز يتسلط علينا، لكن عاوز يحمينا، زي تمام اب ما يقول لابنه: خليك معايا يا ابني، خليك معايا عشان احميك، الشارع فيه بلطجية كتير، اسمع الكلام. لكن لو الابن مشي لوحده هيتبهدل من البلطجية ويتان، لكن لو مشي مع ابوه، ابوه هيحميه ويحافظ عليه. فشوف بقى يا ابني، تحب تبقى في حماية المسيح وهو يكون مسؤول عنك، ولا تبقى لوحدك؟ مشيت لوحدي كتير وتهنت من ابليس ومن الخطية، كنت فاكر نفسي هقدر على الخطية، لكن خلاص عرفت اني لوحدي ضعيف وفعلا مش هقدر اتحرر. عاوز حماية المسيح، همشي معاه واخضع ليه طول عمري. تمام. اول حاجة يا مشيل تساعدنا على الخضوع ان احنا نصدق ان ربنا بيحبنا جدا، بيحبنا اكتر ما احنا بنحب نفسنا. المسيح حبنا حب عظيم، مفيش حب اعظم منه، وبذل نفسه علشاننا. المسيح قال في انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 15 ايه 13، السيد المسيح قال: ليس لاحد حب اعظم من هذا، ان يضع احد نفسه لاجل احبائه. فالمسيح يمشيل حبنا حب عظيم، مفيش حب اعظم منه، هو مات علشاننا، هو اللي بدا بالحب والبذل والخضوع. في قرية في الصعيد يا ابني قامت حريقة، قام الناس صرخت وقالت، وكان فيه راجل عنده ثلاث ولاد، كانوا جوه البيت اللي مسكت فيه النار، وفضل يساعد ولاده ويطلعهم بعيد عن النار. بعد ما طلع الأول النار زادت، لكنه دخل وشال التاني، وبدأت النار تمسك فيه. فالناس قالت: ما تعرضش نفسك للخطر، النار بدأت تمسك فيك. لكن الراجل ما كانش سامحهم، دخل بالعافية وهو بيقول: استنى ما تدخلش تاني، يا أهلم ابني بيتحرق هو، صلاحي الواد بيتحرق، عدي حوشه. وفعلا دخل خاطر بنفسه وشال ابنه وطلع بيه، لكن كانت النار بدأت تمسك فيه. خدوه بسرعة على المستشفى، لكن كانت الحالة صعبة جدا يا ابني، ومات الراجل متأثر بجروحه وحروقه بعد ما أنقذ ولاده التلاتة. قصة مؤثرة قوي. حد يعني يبقى شايف الموت بعينيه كده ويدخل فيه برضه علشان ينقذ حد، حتى لو كان ابنه. يعني ده هو اللي عمله معانا ربنا يا مشيل. ربنا يسوع المسيح عمل معانا كده، مات علشان يفدينا، مات علشان يدينا الحياة. فاحنا لو قبلنا حياته وانه مات وانقذنا من عبودية ابليس ومن الموت الابدي، هنعيش طول عمرنا يا ابني حاسين بنعمته وشاكرين وخاضعين لارادته كرد فعل لقبولنا محبته واتضاعه. لكن اللي لسه ما صدقش ان المسيح خلصه وغفر له كل خطاياه، وابليس بيشككه ان فيه خطية ولا اتنين عملهم من زمان ولسه ما اتغفروش، ده مش هيعرف ابدا يخضع ولا هيثق في المسيح، لانه هيبقى حاسس انه لسه عبد الابليس، وابليس هيذل فيه. فاللي مش واثق يا ابني ان المسيح مات علشانه وغفر له كل خطيه من ساعه ما اتولد لحد دلوقتي وخلاه بقى حر واداله ثياب الخلاص، مش هيعرف ابدا يخضع للمسيح، لانه كده يبقى لسه عبد الابليس. ها، هتثق يا ابني ان المسيح مات عنك وغفر لك كل خطيه من ساعه ما اتولدت لحد دلوقتي، ولا هتفضل عبد الابليس؟ اثق طبعا، اثق يا ابونا. حد تقدم له النعمه والحريه دي ويرفضها؟
تاني حاجة يا مشيل، تاني حاجة تساعدنا على الخضوع إن إلهنا هو الإله المتضع الحنون، مش الجبار ولا المتسلط. ده قال أنا أبوكم، مش أي أب، ده الأب الصديق القريب لابنه، ده هو أحن من الأم. وقال حتى لو نسيت الأم أنا منسكوش. فاللي صدق ده كله يا ابني هو اللي يعرف إن الخضوع هنا مش خضوع القهر والتسلط، لكن خضوع الحب والامتنان، خضوع الابن لأبوه مش العبد لسيده. أكتر قصة ممكن نحكيها عن الاتضاع يمشيل يا ابني هي قصة الرب يسوع المسيح لما غسل رجلين تلاميذه في يوم خميس العهد. التلاميذ قالوا ايه ده؟ هو المعلم بيعمل ايه؟ معقولة بيحط مية في الإناء؟ ايه ده؟ دي شغلانة العبيد. ازاي؟ ازاي يعمل كده؟ ازاي المعلم يعمل كده؟ وبدأ المسيح يغسل رجليهم، لكن المسيح له كل المجد أصر وغسل رجليهم كلهم واحد واحد، وهو مازال بيغسل رجلينا ويطهرنا من كل نجاستنا كل يوم يا ابني، ومش بيزهق مننا أبدا. فلو قبلنا كده يا مشيل إنه بيقبلنا بنجاستنا ومش بيقرف مننا ولا بيزهق من تكرار خطايانا، هو ده اللي خلينا نخضع وإحنا فرحانين، وده مؤشر مهم جدا للخضوع يا مشيل. اللي هو إيه؟ إن اللي يثق إن الله ما زهقش منه بالرغم من كتر سقوطه في الخطية ولسه بيحبه وبيغفر له غفران كامل، ده اللي بيخضع، يعني يعرف يقرب ويعيش مع المسيح. لكن اللي مش عاوز يقرب من المسيح ويخاف من كلمة الخضوع، ده اللي لسه حاسس بنجاسته وإن الله زهق منه، ولو قرب منه هيعاقبه. ياه، ده مؤشر خطير جدا. أيوة يا ابني، الشيطان لو في يوم نجح إنه يوصل لينا إن ربنا زهق مننا من كتر خطايانا، هنهرب من الله ومش هنعرف نعيش معاه أبدا. هنا الله مش هيبقى أب، هيبقى قاضي صعب، لكن الله معاك يا ابني مش ضدك. الله بيحبك مهما تكون خطاياك من جهة بشاعتها أو تكرارها. فالخطية يا مشيل مرض، لكن أنت ابنه. فإن كان الأب بيكره المرض لكن بيحب ابنه. العلامة أوريجانوس بيقول فالقلوب التي كسرتها الخطية محتاجة إلى التعرف على ذاك الذي يجبر منكسر القلوب، إنه الإله الذي يميز بين الخاطي والخطية، العريان والعري، المريض والمرض. فالأب الحنون لا يكره ابنه المحبوب في لحظات ضعفه ويأسه مهما بلغ ضعف الابن شره، إنما يفتح له صدره ويكشف له عن حبه حتى يخلصه من الضعف والشر. فالله طبيب النفوس الماهر يعتز جدا بمرضاه مهما كان مرضهم خبيثا، ليس حبا في المرض بل ليخلص مرضاه من ثقل المرض. فعلا أكتر حاجة بتخليني أقبل الكلام ده يا أبونا بخوم هو أني جربت أكلم الله قطاعي وبوجه مكشوف، وحسيت أنه مش إله بس، ده فعلا أب وصديق، وأنه العلاقة معاه بسيطة وسهلة، وأنه قريب مش بعيد، وأن محبته غير مشروطة بحالتي. أنا مقتنع تماما بالتوكيل العام الأبدي، عاوز فعلا أكون زي العبد العبراني المسقوب الأذن. أعملها إزاي دي بقى؟ أقول لك مشيل، الموضوع يا ابني بسيط جدا، إنك تبقى عاوز وتطلب من المسيح وتقول له يا رب أنا عاوز إني أرتبط بيك ارتباط أبدي، ما تسيبنيش أبدا يا رب، خليني أفضل معاك طول العمر. وإزاي يعرف يا ابونا إن أنا عملت توكيل عام حقيقي مش مجرد كلام؟ إيه المؤشر على كده يعني؟ دي يا ابني هنكملها المرة الجاية بنعمة المسيح. هناخد مؤشرات التوكيل العام وفوائد السقوط المتكرر، لكن اسمح لي بقى يا مشيل نراجع اللي خدناه النهاردة. أسباب السقوط المتكرر هي الحنفيات المفتوحة سواء المعروفة أو المجهولة. تمام،
حل الحنفيات المعروفة هو الصراخ لحد ما ربنا يستجيب، وحل الحنفيات المجهولة هو الأسبوسيد. يعني كل ما أحس بفتور في حياتي الروحية وأكون مش عارف السبب أقول يا رب عرفني بشاعة خطيتي وخليني أقبل حبك. تمام. تاني سبب للسقوط المتكرر هو الذات، الاعتماد على الذات أو إرضاء الذات، والحل بتاعه هو التوكيل العام، إني أسلم حياتي وإرادتي للرب يسوع المسيح وأخضع ليه خضوع كامل. لكن مفيش تدريبات عملية هتقولها لي النهاردة قبل ما نمشي يا أبونا؟ النهاردة يا ابني فيه تدريبين. التدريب الأول هو إنك تكرر ترنيمة الأسبوع ده اللي بتقول إن عشنا للرب نعيش، إن متنا للرب نموت، إن عشنا إن متنا للرب نحن. موضوع الآيات بالترنيم ده يا أبونا كويس جدا، بيخليني أحفظ الآيات بمنتهى السهولة وبتفضل تتردد في مخي باستمرار. ماشي، إيه بقى التدريب التاني؟ التدريب التالي بتاع النهاردة يا ابني هو الأسبوسيد، وهو إنك تقوله كل يوم مع صباح الخير، وما تنساش أبدا التوكيل العام، إنك تكتبه في البيت وتحتفظ به في كتابك المقدس، وتفكر نفسك بيه إنك ملك للمسيح وإنه هو المسؤول عنك كل أيام حياتك. أقول لك يا ابني حنكتفي كده النهاردة، ونلتقي المرة الجاية ونكمل. سلام يا مشيل يا حبيبي. سلام يا بونا. يقول معلمنا بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس: لا تخجل بشهادة ربنا يسوع المسيح. عزيزي المستمع، إن كانت هذه الحلقات سبب بركة لحياتك، نرجو أن لا تخجل في نشرها وتوزيعها مجانا لأصحابك وأقاربك. فإن كان البعض لا يخجل في نشر أمور لا تمجد الله، فكم بالأحرى أن تكون لنا الغيرة لنشر كلمة السيد المسيح. وإلى اللقاء أحبائي الأفاضل في الحلقة السابعة من مبادئ الحياة الروحية، حلقة كيف أتحرر من السقوط المتكرر الجزء الثاني. أحبائي الأفاضل، مجانا أخذتم مجانا أعطوا. أرجوكم يا أحبائي كل مرة أرجوكم هذا الرجاء، اللي سمع الحلقة دي وأعجبته أرجوكم أنه يبعتها لكل صديق وكل قريب وكل حبيب علشان يستفيد منها زي ما هو استفاد. تمام. وإلهنا الصالح نسأل أن يحفظ لنا كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، ويحفظ لنا وعلينا حياة أبينا الورع قداسة البابا المعظم صاحب الغبطة والقداسة البابا تودروس الثاني. ولإلهنا القدوس دائم المجد إلى الأبد آمين.